المسابقة الخامسة في خلاصة أحكام رمضان. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. العبادة السبعة والأخيرة اللي نعملها في رمضان إن إحنا نستحضر عقوبة المفطرات في رمضان ونخوف بيها الناس ونعرف كفارتها. لازم في رمضان دايما نستحضر ونعلم الناس ونخوف الناس من اللي يغلط في رمضان ويفطر. لازم. طب ايه عقوبة اللي يفطر في رمضان؟ عقوبة اللي يفطر في رمضان في الدنيا بيعيش ذليل ومهان وخسران دايما كده، كل الناس تشتمه، كل الناس تسبه، كل الناس تهينه. طب ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان وهو طالع على المنبر داس اول سلمه وقال امين، الثاني قال امين، الثالثه قال امين، فقالوا لما قلت امين يا رسول الله؟ قال اتاني جبريل فقال رغما، رغما يعني مداخله جت في الرغام في التراب، مش رغم، لا رغما. رغم انف امرئ يعني مناخيره جت في التراب من ادرك رمضان ولم يغفر له. قل امين فقلت امين. يبقى جبريل دعا اللي يفطر في رمضان وما يغفرلوش في رمضان انه مناخيره تيجي في التراب ويعيش ذليل. عندنا واحد هنا راجل صاحب ورشه، الناس يخشوا يقولوا له لو سمحت يا حاج احنا عاوزين نصلحه كذا، يقول لهم حاضر. يقول له يا حيوان صلحه. قال لا تشتمني ليه؟ فانا بقول للراجل بيشتموك ليه الناس دي؟ يقول له اصل مش عارف. قلت له انت بتصوم رمضان؟ قال لي بفطر احيانا. قلت له ده السبب ان ربنا جعلك مهان وكل الناس بتهينك، اللي يعرفك ولا ما يعرفكش. توب الى الله وادفع الكفاره عشان ربنا يرفع عنك الاهانه دي. اي واحد فطر في رمضان وهو عنده 15 سنه مذلول وخسران لحد ما يتوب ويدفع الكفاره. ده عقوبته في الدنيا. طب عقوبته في القبر؟ اول ما ينزل القبر نازل بحج ونازل بعمره ونازل بصدقات وقرايه قران وختمه وقراءات ال77 وعمال بس عليه يوم فاطر فيه. فالملائكه تقول له جميع حسناتك في الحفظ والصوم، بس انت عليك يوم فطرته في رمضان وانت عندك 15 سنه بتلعب كوره. قال طب وبعدين ما طلعتش الكفاره بتاعته؟ طب الحج مش يكفره؟ لا ما يكفرهوش. الحج يكفر الذنب اللي انت تايب منه بس. يعني واحد بيشرب سجاير راح يحج وشال علبة السجاير في البيت، فالحج هيغفر له كل ذنبه إلا السجاير اللي مصر عليها. واحد سرق فلوس ناس وراح يحج ورجع، فالحج هيغفر له كل حاجة إلا فلوس الناس اللي مرجحهاش. المهم طب الراجل اللي عليه يوم ده اللي عمل حسنات ياما لازم يتعاقب في اليوم ده. طب يتعاقب إزاي؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقول وجدت قوما معلقين من عراقيبهم، متعلقين من العظمه بتاعت الرجلين، العظمه اللي ورا الرجلين اللي بيتعلق منها المعزه كده. تخيل واحد متعلق من مفصل بتاعه، شوف الالم بيبقى قد ايه. والنار تحت عماله تشوي فيه. اكتر حته بتتشوى وشه. معلقين من عراقيبهم مشققه اشداقهم تسيل اشداقهم دما. تيجي الملائكه بتاعت العذاب تقعد تقطع له شفايفه وخدوده المشويه. يبقى بيتشوى ومتعلق ويفضل على كده لحد يوم القيامه عشان يوم واحد ما ترفعش الكفاره بتاعته. طب لو واحد بقى ما صامش يومين النار اللي بتعذب تبقى اشد والتقطيع اكتر. طب واحد ما صامش خالص النار بتبقى اشد واشد واشد الى ما لا نهايه ويفضل متعلق من اول ما ينزل القبر لحد يوم القيامه. طيب اما يوصل يوم القيامه هيجي يقف جنب الحراميه يقولوا له ابعد بعيد عننا، انت ذنبك اكتر من ذنب السرقة. يروح يقف مع القتلة يقولوا له ابعد عنا، انت ذنبك اكثر من ذنب القتل. يفضل يوصل لحد المنافقين يقف جنبه. ايه الدليل؟ قال الامام الذهبي ومقرر عند المؤمنين ان من ترك صوم رمضان بلا مرض فهو شر من الزاني ومدمن الخمر بل يشكون في اسلامه. اما يخش بقى يشوف النار العذاب اللي مستنيها على اليوم ده يقول من بعثنا من مرقدنا؟ قال له هو كان نايم ده كان متعلق، بس ما شاف العذاب التاني عرف ان العذاب اللي فات ده ولا حاجه. اي واحد عنده بيشك ان يوم ضيعه، يوم كان بيهزر مع زوجته، يوم بيشك ان هو فطر، لازم يطلع الكفاره. طب الكفاره دي كام عشان ما ينزل من التعليقه بتاعته؟ الكفاره دي يخير بين ثلاث حاجات. واحد جال النبي صلى الله عليه وسلم قال له افطرت في رمضان، فالنبي قال له انت اعمل حاجه بالتلاته،
قال له اعتق رقبة او الحديث صحيح مسلم صوم شهرين متتابعين او اطعم 60 مسكينا. حديث رواه مسلم. يعني يطعم 60 مسكينا؟ الرسول قابل قال للراجل المجامع خذ هذا الفرق الشوال ده اطعمه 60 مسكينا، 15 صاعا واطعمه 60 مسكينا. لو انا عندي 15 صاع اصعى وعندي 60 ضيف يبقى كل 4 في اصعى، ما هو 60 على 15 = 4. فانا عندي دلوقتي 15 صاع و60 مسكين، يبقى كل 4 مساكين في صاع. طب الصاع يعمل كام؟ 2 كيلو و800 جرام رز، هنقسمهم على الاربعه يدي يبقى كل واحد 700 جرام رز. يبقى عشان الواحد يكفر عن يوم واحد يا اما يصوم شهرين متتابعين لو فطر في يوم 59 يرجع من الاول، يا اما يطلع 42 كيلو رز يوزعهم على 60 مسكين. 59 ما ينفعش. 42 كيلو رز لو افترضنا في الاحلام يعني الكيلو ب 10 جنيه يبقى 420 جنيه على يوم واحد بس. اليومين كل يوم مش لازم تطلعهم مع بعض، ممكن كل مثلا شهر يبقى عامل حسابه شكاره رز تطلع من ايه؟ لل 60 مسكين دول. بس اهم حاجه تطلع لمساكين غير المساكين، وكل مسكين دي 700 جرام رز. طيب ايهم افضل؟ الصيام ولا الاخراج؟ لا الصيام، الصيام افضل، لان الرسول رتبه للمتجامع بس مش شرط. لان الرسول قال في حديث مسلم او 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 قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.